النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية، مساء الخير والبداية من العناوين. رئيس مجلس الوزراء يوافق على توصية اللجنة الاقتصادية بتصديق العقد المبرم لطباعة 2,500,000 نسخة كتاب مدرسي ملون تعليم عام ومهني. وزير التربية من كفر يابوس على الحدود السورية اللبنانية يتفقد سير العملية الامتحانية. جولة ميدانية على مركز أعمال التصحيح لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي العام في السويداء. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يوافق على توصية اللجنة الاقتصادية بتصديق العقد المبرم بين المؤسسة العامة للطباعة والمعهد التقني للطباعة والنشر لطباعة 2,500,000 نسخة كتاب مدرسي ملون تعليم عام ومهني، بهدف تنفيذ وزارة التربية لخطتها الطباعية وتأمين الكتاب المدرسي في وقته المحدد قبل بدء العام الدراسي لإيصاله إلى جميع الطلبة. ما يقارب 300 طالب وطالبة من الوافدين السوريين من لبنان قدموا لأداء امتحانات الشهادات العامة استقبلتهم وزارة التربية وهيئت لهم بالتعاون مع محافظة ريف دمشق وعدد من المنظمات مراكز الإقامة والإطعام ودروس التقوية والمراجعة الامتحانية والرعاية الصحية ووسائل النقل من أماكن الاستضافة إلى المراكز الامتحانية، حيث تفقد وزير التربية الدكتور دارم طبع ثانوية كفر يابوس مختلطة ومدرسة محمد غسان عصام الحلبوني في كفر يابوس ومدرسة حوش بجدة في الروضة على الحدود السورية اللبنانية. هذا وأكد وزير التربية على أهمية متابعة التعليم ودوره في تأمين مستقبل الطلاب وبلدهم والحرص على تأمين احتياجاتهم ومتابعة أوضاعهم الصحية والدراسية. واستمع وزير التربية إلى آراء الطلاب حول الأسئلة ومستواها في أحد مراكز الاستضافة على الحدود السورية اللبنانية، حيث عبر الطلاب عن شكرهم للرعاية والمتابعة التي يحظون بها وإصرارهم على متابعة دراستهم لتحقيق أفضل مستقبل لهم ولوطنهم. ضمن أجواء هادئة ومريحة يقدم الطلاب القادمون من محافظة إدلب امتحاناتهم في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية في المراكز المحدثة لهم في محافظة حماة. وليد سلطان والتفاصيل. ضمن أجواء هادئة ومريحة يقدم الطلاب القادمون من محافظة إدلب امتحاناتهم في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية في المراكز المحدثة لهم في محافظة حماة. حضرنا التفتيش الوقائي، مطبقين البروتوكول بشكل نظامي، لجنة الإشراف، لجنة التنظيم، لجنة الاستقبال، نظافة، تعقيم، أجواء امتحانية هادئة. نحن كمندوبين وزارة راضيين تماما عن امتحانات إدلب. من جانبه مدير التربية في إدلب بيّن أن المديرية جهزت أماكن الاستضافة والتي فيها يتم إعطاء الفاقد التعليمي للطلاب القادمين من إدلب بهدف تقديم الامتحان بكل ثقة. طبعا نحن قمنا بالتعاون مع اليونيسيف ومديرية تربية حماة مشكورة بتجهيز مراكز الإقامة والاستضافة لهؤلاء الطلاب. تم تأمين كل ما يلزم لهؤلاء الطلاب من مستلزمات الإقامة، من تطبيق البروتوكول الصحي بشكل كامل، من دروس تقوية داخل مراكز الإقامة بمدرسين مختصين. طبعا هناك لجان إشراف يومية على هذه المراكز. أيضا نقوم بالتعاون مع محافظة حماة، ومشكور سيد محافظ حماة بنقل هؤلاء الطلاب من وإلى مراكز الامتحانات بشكل يومي خلال أيام امتحاناتهم. وأعرب الطلاب والتلاميذ عن أملهم في التفوق والنجاح نتيجة الأسئلة التي تناسب وتراعي الفروقات لدى الجميع. مأمنين الراحة والأسئلة كتير سهلة والمراقبين كمان كتير كويسين. هلأ بداية كان منهاج يعني معتدل، بس هلأ الأسئلة يعني ما فيك تقول سهلة، فيك تقول صعبة. بأي مادة صعبة لاتية؟ هلأ الرياضيات. الأسئلة سهلة ما أشبه شيء، بس بدها شوية تركيز، وخصوصا بالرياضيات هذا بده تركيز، هو والفيزياء. أسئلة الفيزياء كانت سهلة هي والعلوم. الحمد لله والله الأسئلة سهلة وكلها يعني بتناسب إنه لكل الجهات، يعني الدارس ولا ما دارس لازم هدول يحلون. يذكر أن عدد التلاميذ والطلاب بلغ 2,105 طلاب موزعين على 20 مركزا في مدينة حماة. الجدير بالذكر أن وزارة التربية نشدت المجتمع الدولي للسماح بدخول الطلاب والتلاميذ من خلال المعارف
المعابر الإنسانية لتقديم طلاب محافظة إدلب امتحاناتهم في حما. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حما. أصدرت وزارة التربية قرارات عدة تتضمن كف يد عدد من المدرسين في مديريتي التربية اللاذقية وحما لإخلالهم بواجبات عملهم وبالثقة العامة ومساهمتهم في عمليات الغش خلال أداء الامتحانات الشهادات العامة. وتؤكد الوزارة استمرار التعامل بحزم مع كل من يسيء للعملية الامتحانية بما يحقق الاستقرار ويساهم في إعطاء الأحقية للمجتهد والمتابع. تفقد سير أعمال التصحيح لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في مركزي الشهيد رامي العشعوش وفهد النمر بالسويداء. سماهر دنون والتفاصيل. بين توخي الدقة والسرعة وعدم التسرع ينجز المصححون تصحيح هذه المغلفات لمواد الفيزياء، الفلسفة، العلوم العامة والصحة، الاجتماعيات واللغة العربية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في 4 مراكز بالسويداء. وقد تفقد كل من لينا حمزة معاون مدير التربية للتعليم الثانوي وأكرم الحسنية معاون مدير التربية للتعليم الأساسي سير العمل والإنجاز. منذ يوم الخميس بدأنا بمادتي الفلسفة والفيزياء، طبعا تسير هذه عملية التصحيح بشكل جيد، حضور كامل من زملائنا المصححين. طبعا تمت توجيه التوصيات بتوخي الدقة والموضوعية. تواجد المصححين ونسبة الإنجاز في العمل في تصحيح الأوراق الامتحانية إلى الآن في امتحان شهادة التعليم الأساسي جيدة جدا. مادة الاجتماعيات إنجاز لنا أن نقول عنها الآن فهي في خواتيمها. المواد الأخرى بدأ فيها التصحيح عبر المراكز 4. وعن سلالم التصحيح استطلعنا آراء الموجهين والمصححين. التصحيح يتم ب3 مراحل، أولا التصحيح بالقلم الأحمر ثم بالقلم الأسود مدقق ثم يليه مخضر يأخذ عينة من كل مغلف تقريبا 20% لتدقيق كل عمليات التصحيح. طبعا نقوم بعملية جمع بالأخير وننهي عملية التصحيح إن شاء الله خلال أسبوع. طبعا السلم جيد ولصالح الطالب وكل الجزئيات نحن أحطنا فيها ويعني أنا ما بيروح شيء للطالب، دائما في دقة متناهية بالعمل. سلالم واضحة ودقيقة متساعدة مع الطالب إلى أبعد حد، حتى الأسئلة كانت موافقة لمستوى دوام الطلاب في المدارس. سلم تسود فيه العدالة والمساواة بين جميع أبنائنا الطلبي. نسبة النجاح لغاية هذه اللحظة يعني نسبة عالية إلى حد ما أستطيع أن أقول. يمر السؤال الواحد على 3 مراحل بدءا من التصحيح في التدقيق في المراجعة، وذلك لضمان عدم ضياع أي جزء من الدرجة لأي طالب أو تلميذ. للتربوية السورية، سماهر دنون، السويداء. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة ألوان وأفكار في حلب. أهلا بكم من جديد. بحضور مدير التربية في حلب ومعاونيه تكريم 20 طالبا وطالبة من مختلف المراحل الدراسية الفائزين بمسابقة ألوان وأفكار التي أقامتها وزارة التربية. ضياء قدور والتفاصيل. قامت مديرية التربية بحلب الطلاب الفائزين بمسابقة ألوان وأفكار التي أقامتها وزارة التربية. هلا كانت عندنا مسابقة أفكار وألوان اللي شاركت فيها مديرية تربية حلب من خلال تعميم الفكرة على جميع مدارسنا، وكانت عندنا مشاركات كتير كبيرة والحمد لله رب العالمين، الله وفقنا وحصدنا 20 جائزة من أصل 50 جائزة على مستوى القطر. الغاية من هالمسابقة هي ربط المناهج المطورة باللمس الفنية الموجودة واكتشاف المواهب وتنميتها. حقيقة مسابقة أفكار وألوان مسابقة من عدة سنوات وكل سنة عم تزداد تفاعل مع الأهالي ومع الطلبه ومع المدرسين ومع الإدارات. الحمد لله في كل سنة كنا نحن لنا جوائز، هالسنة مشاركات أكبر، جوائز أكبر. طبعا نشكر وزارة التربية اهتمامها في مسابقات وبمادة فنون جميلة بالأخص، ونشكر إدارة صالة ألف نون في دمشق للأستاذ بديع جحجاح لأنه الداعم الرئيسي للمسابقة. بأنامل مبدعة عبر المشاركون بالمسابقة عما يجول بخاطرهم وحققت إبداعاتهم الفوز والنجاح. محمد بكري كان. أي صف؟ الثالث.
أنت اليوم ربحت بجائزة بالمسابقة وسمعت أنه تبرعت فيها، لمين تبرعت فيها؟ لرفقات اليتامى. أما زكريا دقاق صف السابع. شو اللوحة اللي شاركتي فيها بالمسابقة؟ مهنة دكتورة، سويت مهنة دكتورة وأنه رسمت فيها وشاركت فيها وفزت. اسمي ماسة شوا ومدرستي صبحي داية. أي صف أنتي؟ ثالث. شو اللوحة اللي شاركتي فيها بالمسابقة؟ رسمت هدول ميلوية شلون هن عم برقصوا وعايشين بسعادة وسلام. اسمي أحمد درويش، صف العاشر من ثانوية المأمون الشعب الأولى، شاركت بلوحة نزار قباني. نعم. محمد منير الويداري، صف 11 الشعب الأولى، شاركت بلوحة ستيف جوبز. المسابقة التي حملت عنوان نحو عالم ملون تهدف لإظهار المواهب وتنميتها وتوضيح أهمية فن الرسم التي لا تقل عن أي علم من العلوم. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. مديرية التربية في حماة تحصد جوائز أكثر من 25 عملا فنيا من رسومات الطلاب والتلاميذ ضمن مسابقة وزارة التربية بالتعاون مع صالة ألف نون بعنوان ألوان وأفكار نحو عالم ملون 2021. وليد سلطان هذه التغطية. وصل أكثر من 25 تلميذا وطالبا وطالبة من مديرية التربية في حماة على جائزة لجنة التحكيم في مسابقة ألوان وأفكار نحو عالم ملون لعام 2021، والتي أقامتها وزارة التربية بالتعاون مع صالة ألف نون للفنان بديع جحجاح وذلك للفئات العمرية كافة. طبعا وزارة التربية تهتم بمهارات الأطفال والشباب دائما، ومن ضمن اهتماماتها هي هذه المسابقة الرائعة جدا، هي مسابقة أفكار وألوان، حيث يقوم الطفل بالتعبير عن أفكاره من خلال الرسوم التي شاهدناها مميزة جدا، وخصوصا عند شبابنا كانت رسوم فعلا ناطقة وحقيقية. نتمنى لهم التوفيق والتميز الدائم. هذا وقام بتوزيع شهادات التقدير والمكافآت مدير التربية في حماة والموجهون الاختصاصيون لمادة التربية الفنية الذين أشرفوا وتابعوا مراحل تنفيذ الرسومات وتسليمها إلى لجنة التحكيم في وزارة التربية. مسابقة ألوان وأفكار بالتعاون مع وزارة التربية مع صالة ألف ونون للمستويات العمرية، الفئات العمرية كاملة من المراحل الثلاثة عنا من الابتدائي للثانوي، والسنة حصدنا جوائز كتير حلوة، وكان مستوى الفن عند الأطفال والإبداع بسوية عالية جدا لنحافظ على النظرة الفنية والجمالية لدى الأطفال. وتنوعت موضوعات الرسومات التي شارك بها التلاميذ والطلاب حول العديد من الأفكار، وحملت بعض الرسومات عناوين جميلة مثل أحب أن أعيش في قصر الأحلام الذهبية وأنا أميرة في عالم الأحلام الملونة. أنا شاركت بالرسم لأن هوايتي الرسم ولوحتي هي عنوان الطبيبة، وإن شاء الله بالمستقبل صير طبيبة. الرسم أثر شيء على دراستك؟ لا ما أثر، ما أبدا ما أثر. أنا بحب الرسم وشاركت بهاي المسابقة الذي أتخيل عالم الذي أحبه، وهذا الشيء ما أثر على دراستي ورح أكمل بهاي الموهبة. اسمي آي محمد شراني، رسمت محمد الماغوط، شخصيتي بحب لهي الشخصية كتير ورسمت برصاص. إضافة إلى رسومات تناولت البيئة والدعوة إلى المحبة والسعادة ورسومات تحمل طموحات الأطفال في المستقبل. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حماة. نظمت مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في وزارة الثقافة اجتماعا موسعا حول الملكية الفكرية في سوريا. نظمت مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في وزارة الثقافة اجتماعا موسعا حول الملكية الفكرية في سوريا، وذلك بحضور عدد من الاختصاصيين والشركاء المعنيين والمهتمين بالملكية الفكرية. المحور الأساسي هون انه متابعة الحماية الملكية الفكرية، ونحن طبعا في عنا دائما ابداعات بالنسبة للطلاب، وفي عنا لجان دائما، في لجان تأليف مناهج دائما مسؤولين عنا نحن، لابد من حمايتها ورعايتها وتأمينها. طبعا المنتج الفكري مهم جدا بالنسبة لوزارة التربية. هلا الحقيقة اليوم نحن بدنا نعمل نقطة بداية لانطلاق عمل مشترك ومستمر لنشوف مع بعض شو الصعاب اللي بتواجهنا، لنلاقي الحلول لحتى أكثر وأكثر نوصل لأنه تصير ثقافة
ونشر قانون الملكية الفكرية ثقافة عامة ومنتشرة بالمجتمع السوري، لنخبر بمحل معين أنه الحماية اللي بتتعلق بالممتلكات الخاصة بتشملها نفسها حماية تتعلق بالأفكار والإبداع والابتكار، وكل هذا من خلال خطوات متلاحقة أول بأول. يهدف هذا الاجتماع إلى تذليل المصاعب والتحديات التي يواجهها الشركاء فيما يخص الإنتاج الإبداعي وآلية صونه. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. رئيس مجلس الوزراء يوافق على توصية اللجنة الاقتصادية بتصديق العقد المبرم لطباعة 2,500,000 نسخة كتاب مدرسي ملون تعليم عام ومهني. وزير التربية من كفيريا بوس على الحدود السورية اللبنانية يتفقد سير العملية الامتحانية. جولة ميدانية على مركز أعمال التصحيح لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في السويداء. كان هذا كل ما لدينا. لمزيد من الأخبار زوروا صفحة الفضائية التربوية على الفيسبوك. إلى اللقاء.